السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا اليوم رح نعمل درس رقم 21، هو درس قراءة. عنوان الدرس DIY Immunology and Home Remedies. ما رح خليكم تحفظوا الكلمات عشان لا ترتعبوا منها. DIY هي اختصار Do It Yourself. Immunology هي مثل شيء له علاقة بجهاز المناعة. Home Remedies، Home يعني بيت، رمدي يعني مثل وصفات، مثل الوصفات الطبية. فهذا الدرس اليوم اللي نحن نحكي على عبارة عن الوصفات الطبية اللي الناس بتعملها بالبيت، مثلا بترشح أو بجع راسها، غير الأدوية المتعاطية من قبل يعني الأدوية الرسمية. هذا عنوان درسنا اليوم. خلينا نبدأ بالكلمات. immune شيء له علاقة بجهاز المناعة. immune مناعي. immune. disease يعني داء. disease. healthy يعني صحي. healthy. prevent يمنع. prevent. outbreak تفشي، مثل تفشي داء يعني. outbreak. illness مرض. illness. vinegar خل. vinegar. ginger زنجبيل. ginger. drugstore صيدلية. drugstore. store يعني محل، دكان يعني. drug يعني دواء، فمحل فالمحل اللي بده يبيع فيه الأدوية هي الصيدلية اسمها drug store. remedy يعني دواء. remedy أو دواء لمشكلة يعني. common يعني شائع. cure يعني علاج. cure. minor طفيف. minor. fever يعني حمى، وقت واحد ترتفع حرارته بصير معه حمى اسمه fever. recent يعني مؤخرا. recent. often يعني بشكل متكرر. often ايام تنقرا often بدون ما نلفظ التي تنتين صح، فاما بنقراها often او often. خلينا نعيد الكلمات مرة تانية. immune disease healthy prevent outbreak illness vinegar ginger drugstore remedy common cure minor fever recent often. خلينا هلا نبدا بالنص. DIY immunology شرحت لكم اياها شو معناتها. Our immune system helps our body to fight diseases and helps to keep us healthy. There are many things we can do to strengthen our immune system and prevent illness. This is particularly true during the winter time, when many people get sick from the flu, and also during outbreaks of illnesses such as the recent coronavirus. Vinegar, garlic, and ginger can help strengthen our immune system and keep us healthy. شو معناته الكلام؟ Our immune system يعني جهاز أو نظام، فالجهاز المناعي تبعنا our helps بيساعد our body، بيساعد الجسم تبعنا to fight يعني يحارب diseases الأمراض الداءات يعني، and helps وبيساعد كمان keep us healthy، بيخلينا بيساعدنا نضل بصحة جيدة. There are many things فهناك عدة أشياء we can do بنقدر نعملها
to strengthen يعني نقوي، هاي الكلمة أخذناها بدرس ماضي. strengthen يعني يقوي our immune system، نقوي جهاز المناعي تبعنا. and prevent illness ونمنع المرض. This is particularly true يعني هاي بشكل خاص، كلمة particularly يعني بشكل خاص، true صحيحة، during the winter time يعني هذا الكلام اللي عم نقوله صحيح، وخاصة خلال، during يعني خلال، winter time يعني فصل الشتاء، winter هي الشتاء، winter time يعني وقت الشتاء. When many people get sick from the flu، شو بصير بالشتاء؟ many people كتير ناس get sick بيمرضوا من الفلو. الفلو يعني انفلونزا، بسموها فلو الكلمة المختصرة تبعها فلو. and also during outbreaks، وكمان بيساعدنا نكون بشكل نضل بشكل صحي. شو امتى؟ during خلال outbreaks، تفشي of illnesses أو أمراض، such as يعني مثل the recent مؤخرا كورونا فيروس، يعني جهاز المناعي تبعنا مو بس بخلينا نكون أصحاء. شو قصدي؟ عم نقول هون there are many things you can do نخلي الجهاز المناعي تبعنا يكون قوي مشان نمنع المرض، وخاصة خلال أمراض خلال فصل الشتاء. وكمان شو بصير وقت الشتاء؟ when many people get sick from the flu، وشو كمان بصير وقت الشتاء؟ بصير في illnesses وفي outbreaks، تفشي أمراض مثل الكورونا فيروس يلي هلا عم نمرق فيها. فشو هي الشغلات اللي ممكن نعملها؟ هو عم بيقولنا انه هون في فينيجر يلي هو الخل، garlic شو كمان الgarlic اسمه الثوم، الجنجر يلي هو الزنجبيل. شو بيعملوا؟ help strengthen our immune system، هن بيقووا الجهاز المناعي تبعنا، and keep us healthy. اوكي، فخليني ارجع لكم اياها مره ثانيه. our immune system helps our body to fight diseases and helps to keep us healthy. There are many things we can do to strengthen our immune system and prevent illness. This is particularly true during the winter time when many people get sick from the flu, and also during outbreaks of illnesses such as the recent coronavirus. Vinegar, garlic, and ginger can help strengthen our immune system and keep us healthy. فهدول ثلاث مواد، الفينيجر الخل والثوم والجنجر، بيقووا لنا جهاز المناعة تبعنا مشان نضل صحتنا قوية. القسم الثاني، if we eat a little more vinegar, garlic, and ginger, we can make our immune systems stronger. يعني إذا أكلنا شوية، شربنا شوية فينيجر خل، أكلنا شوية garlic ثوم، وشوية زنجبيل، we can make our immune system، نقدر نخلي نعمل الـ immune system الجهاز المناعي تبعنا أقوى. This way بهذه الطريقة we can become healthier، بهالطريقة بيكون صحتنا أقوى، بنكون صحيين أكثر، and get sick a lot less often، بصير بنمرض بشكل أقل تكررا. When people are sick or don't feel well وقت الناس بيكونوا مرضى أو بيكونوا مو حاسين حالهم، مو حاسين منيح، بيكونوا متضايقين، أو بيكونوا مثل واحد بيكون بيمرض بيقول لك I don't feel well، يعني ماني حاسس حالي منيح. They often go to see a doctor، شو بيعملوا دول الناس؟ بيروحوا غالب they often يعني بكتير أحيان
بيروح بيشوف الدكتور for help مشان يساعدهم or they get some medicine أو بيروح بيجيبوا دواء from the drugstore من الصيدلية. Many people also كمان في كتير ناس use home remedies بيعملوا علاجات منزلية بيستعملوا home يعني منزل منزلي و remedies يعني علاج فبيعملوا علاجات منزلية for common illnesses للأمراض المعروفة الشائعة common يعني شائع home remedies. هلأ نعرف شو هنن ال home remedies العلاجات المنزلية. خلينا نعرفها شو هي. Home remedies are things يعني هي أمور we can do at home نقدر نعملهم بالبيت to cure an illness مشان نعالج مرض أو نطيب مرض or a minor medical problem أو شغلة تكون مرضية طفيفة مشكلة مرضية طفيفة problem يعني مشكلة. For example يعني على سبيل المثال lots of people كتير ناس use ice packs الكمادات الباردة كمادات الايس بسمون ice packs. Ice packs اسمه هي الكمادات التلج. Ice packs when they have a fever وقت بيكون عندهم a fever حمى وتكون حرارتهم طالعة بيستعملوا كمادات باردة أو كمادات ice. Or drink hot chicken soup أو بيشربوا شوربة الدجاج soup يعني شوربة when they have a cold يعني وقت بيكون عندهم وقت بيكون نازل عندهم بردية cold مثل الرشح يعني cold الرشح فقت بيكون عندهم رشح بيشربوا شوربة دجاج. Drinking chicken soup شرب شوربة دجاج makes them بخليهم يحسوا more comfortable makes them feel more comfortable بيحسوا حالهم بتحسنوا أكتر بحسوا حالهم بيرتاحوا أكتر وقت بيشربوا شوربة دجاج وقت بيكونوا مرشحين. هذا هو القسم من المقطع. خليني أرجع عيده مرة تانية. If we eat a little more vinegar, garlic and ginger we can make our immune systems stronger. This way we can become healthier and get sick a lot less often. When people are sick or don't feel well, they often go to see a doctor for help or they get some medicine from the drugstore. Many people also use home remedies for common illnesses. Home remedies are things we can do at home to cure an illness or a minor medical problem. For example, lots of people use ice packs when they have a fever or drink hot chicken soup when they have a cold. Drinking chicken soup makes them feel more comfortable. هلأ الوظيفة عندكم هالخمس أسئلة كالعادة. أول سؤال What does our immune system do؟ شو بيعمل الجهاز المناعي تبعنا؟ السؤال الثاني What happens when our immune system is strong؟ وقت بيكون الجهاز المناعي تبعنا قوي شو بيصير؟ When do people get sick from the flu؟ إمتى الناس بصير عند إنفلونزا أكتر بأي وقت من أوقات السنة أكتر من غيره. What are home remedies؟ عرفوا لي شو هن ال home remedies؟ شو هن؟ Give an example of a home remedy that you use when you get sick. هذا سؤال خاص فيك أنت. شو أعطيني مثال من home remedy علاج بيتي تستعمليه أنت وقت بتكوني مريضة. فمثلا قلنا بالمقطع انه ناس تشرب chicken soup شوربة دجاج ناس بتحس تحط ice packs انتي بالذات شو بتعملي؟ وهي هي الوظيفة والله يعطيكم العافية.